الأزمة السياسية في لبنان تراوح مكانها مع استمرار الاحتجاجات في الشارع وأحداثها تلك التي خرجت في وسط بيروت ضد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة المقبلة والتي شهدت مواجهات مع قوات الأمن، بينما انتشرت دعوات إعلان إضراب عام في طرابلس والشمال وإغلاق جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة. دياب الذي تم تكليفه بموجب استشارات نيابية في القصر الجمهوري انتهت لصالحه ب 69 صوتا، نفى أن يكون مرشحا من قبل حزب الله أو أن يكون جاء بتنسيق مسبق مع أي فريق سياسي في لبنان، مؤكدا أن حكومته ستكون لجميع اللبنانيين بمن فيهم متظاهر الحراك، وستمثل حكومة إنقاذ تخرج البلاد من الأزمة التي تمر بها. وفي موازاة ذلك دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أنصاره إلى رفض أي دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرقات. وفي إطار الردود الفعل الدولية دعا مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل بعد لقائه الرئيس ميشيل عون القادة السياسيين في لبنان للقيام بإصلاحات اقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها، مضيفا أن الوقت قد حان لترك المصالح الحزبية جانبا والعمل من أجل المصلحة الوطنية. الأزمة السياسية التي تشهدها لبنان تنعكس بالتأكيد على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل، حيث حذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز من أن لبنان قد يواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بالأنظمة النقدية والمصرفية. وقالت الوكالة إن طول أمد الفراغ السياسي في لبنان يزيد المخاطر الاقتصادية، مضيفة أن نظام تقاسم السلطة القائم على الدين يمكن أن يؤخر أي حل سياسي بشأن تشكيل الحكومة.